السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العدد الرابع من بيم أريبيا صدر في يناير 2016، وفي بعض المقالات المهمة زي ما نشوف مع بعض. المقدمة للدكتور صالح المبارك، وهو ما شاء الله عليه في مجال إدارة المشروعات، ليه كتب على مستوى العالم. ويعني لما بكلم مع حد في إدارة المشاريع بيقول لي روح لكتب الدكتور صالح المبارك، فهو كان مشكورا كتب لنا المقدمة عن البيم مع إدارة المشاريع. وفي لقاء مع الدكتورة نهى صليب من مصر، وهي أستاذ العمارة والتكنولوجيا الحديثة في جامعة ميدلسكس في لندن إنجلترا، فكان في لقاء عرفتنا بيه إيه هو البيم وفوائده ومستويات نضوج البيم، فكانت مقالة مهمة جدا. وبعد كده مراحل حياة المبنى للمهندس كمال شوي، بيتكلم إيه الفرق بين البيم والبام والبوم والاستفادة الكبيرة من موضوع تشغيل المبنى. وبعد كده مقالة للمهندس كامل الشيخلي عن تاريخ نبذجة معلومات البناء، وإزاي إنها قديمة، مش حاجة اليومين دول، لا هي من زمان بس ما يعني انتشرت في اليومين دول، أو بدأنا نسمع عنها في اليومين دول، إنما هي بترجع للستينات. والمهندس أحمد لطفي بيتكلم عن توظيف نبذجة معلومات البناء في التصميم والتنفيذ الداخلي الانتريور ديزاين، مقالة من المقالات النادرة في النقطة ديت. وبعد كده المهندس سامر السياري بيتكلم عن عصر البرمجة البصرية وتحديات نمذجة المعلومات، مقالة ممتازة جدا بالذات موضوع البرمجة والبرماتيك دي من الحاجات اللي بتستهويني شخصيا. وفي مقالة للمهندس سحر القروي طالبة دكتوراه جامعة ليفوبرا، بيتكلم عن البيم أو سايد ذا بيلدينج، ده مؤتمر أي حضراته وقعدت تلخص الكلام اللي كان موجود فيه. وده برضو مؤتمر تبع جامعة أوتوديسك الطريق إلى النجاح، مهندس عمارة توم كان في الإمارات، فبيشرح كل حاجة بالتفصيل من ساعة ما دخل البوفيه لحد ما عمل بقى الأوجمانتد رياليتي وناقشوا الأيباد والأجهزة الحديثة والليزر سكان وكل الحاجات ديت، ناقشوها بالتفصيل. وبعد كده المهندس إياد الحاج، وممتاز جدا في إدارة المشاريع والبيم ودرس كتير جدا، كيفية حل المشاكل الإدارية باستخدام البعد الرابع، فبيشرح من خلال خبرته إزاي البعد الرابع ده بيفيد في حل المشاكل. والدكتور عمار جاسم بيتكلم عن نمذجة معلومات البناء والمالك وإيه الفوائد اللي هترجع له من تطبيق البيم. وبعد كده المهندس معز النجار بيتكلم عن البيم والحوسبة السحابية، إزاي نشتغل على الكلاود وإزاي ده هيفيدنا في الشغل بتاعنا. وبعد كده المهندس محمد حماد بيتكلم عن تنفيذ خطة البيم واستخدام البيم، أهم الاستخدامات زي التحليل الإنشائي، تحليل الرياح، تحليل الظلال، الانرجي اناليسيز. وبعد كده مقالة عن كومن داتا انفايرمنت أو بيئة العمل البيانات المشتركة، بيبدأ يشرح احنا هنشتغل على الورك ان بروجريس، ولما ناخد ابروفال شخص معين مسؤول عن ابروفال من الشيرد، ولما نخلص شغل نبدأ نحطها على البابلش. بس بتحمل كانت آخر مقالة، ودي كانت أهم المقالات اللي موجودة في العدد الرابع. أتمنى تعجبكم، وإن شاء الله المقالات الجاية بإذن الله تبقى أفضل وأفضل.